بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم مشروع مكتبة الاسكندرية في مصر بين الروعة المعمارية والدلالة الفكرية، وهو أحد البحوث المقدمة في قسم هندسة العمارة. معلومات المشروع: اسم المشروع هو مكتبة الاسكندرية. المهندس المعماري حمزة شايت أند سونو هيتم. الموقع الإسكندرية مصر. فترة التصميم من 89 وانتهى بال2002. المساحة المبنية 4500 متر مربع. مساحة الموقع 6900 متر مربع. نوع المبنى تعليمي، والهيكل المستخدم هو الخرسانة المسلحة. هاي صورة عن مكتبة الإسكندرية. المقدمة: فاز المكتب المعماري سنوهيتا والنرويجي في المباراة الدولية التي نظمها اتحاد المعماريين الدولي بالاشتراك مع منظمة اليونسكو، وبطلب من الحكومة المصرية لإعداد تصاميم مبنى مكتبة الإسكندرية الجديدة في المسابقة التي نظمت عام 1989، والتي اشترك فيها حوالي 700 مشروع من 52 بلداً. أسماء المعماريين المشاركين والمصممين في مكتب سنوهيتا: المعماري النمساوي كريستوف كابلار، والنرويجي كيتل تورسين، والأمريكي كريغ ديكريز. وينبغي فهم تنوع محتويات المكتبة وإدراك رسالتها، كونها تخرج عن نطاق مفهوم مكتبة عادية لتضحى أكثر من كونها مكتبة بكثير. إنها بجد مجمع ثقافة متشعب يشتمل على خزين من الكتب يصل سعته ما بين 4 إلى 8 ملايين مجلد، ومركز اتصال بالإنترنت، وثلاثة متاحف، وخمس مؤسسات بحوث، وقبة فلكية، وأربع قاعات عرض لوحات فنية، ومركز مؤتمرات بسعة 3000 شخص. أسلوب التوزيع الفراغي للقاعة وطريقة إنارة هذا الفضاء الفسيح الذي يشكل بمجموعه مفردة قاعة المطالعة الكبرى. هسه نجي على تحليل الموقع والسياق. مكتبة الإسكندرية تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وهي منشأة حديثة مذهلة ذات هوية. كان الهدف من المبنى الحالي بأن يكون بمثابة اتصال المدينة بالتراث والتاريخ، لكن حداثتها الصارمة وابتكاراتها التكنولوجية تجعلها بالتأكيد أكثر تطلعاً للمستقبل من المرجعية التاريخية، وهو استكشاف عالمي للهندسة والشكل، ربما يتوق إلى إحساس أقوى بالانتماء الأقليمي. في موقع رائع على الميناء الشرقي التاريخي للإسكندرية، يقع المشروع في الحي الملكي القديم للمدينة اليونانية الأصلية. إلى الشمال هو الطريق الساحلي، وإلى الجنوب شارع يقع فيه بعض مباني الكلية ومزيد من المباني إلى الشرق والغرب. مفهوم التصميم: الصورة السائدة للمكتبة هي القرص المائل الأنيق. رمزية الشمس المشرقة هي خيار مناسب. يحتوي قرص الشمس على العديد من أصداء أساطير المصرية القديمة. إنه مناسب لظهور منارة جديدة للتعلم. هذا هو السايت بلان لموقع المكتبة، والذي يشير إلى بوضوح إلى قرص الشمس. الصلابة والعمر الافتراضي: أهمية مبنى مكتبة الإسكندرية واعتباره أعجوبة هندسية ومعمارية معاصرة، لم ينتج فقط عن العناصر الشكلية المتمثلة في التصميم المتميز، فجودة البناء تقاس بعدة معايير، من أهمها صلابته وقدرته على الصمود في مواجهة الطبيعة وعوامل التعرية. وفيما يخص مبنى مكتبة الإسكندرية، فإن العلماء يقدرون عمره الافتراضي بحوالي 200 عاماً، وقد اتخذ مشيدوه كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتحقيق ذلك. هاي صورة من الواجهة مقربة إلى مكتبة الإسكندرية. هسه نجي على وصف المبنى. تظهر المكتبة على شكل قرص بقطر 160 متراً، يميل إلى الأمام نحو الماء على شكل أسفين. كان المهندسون المعماريون يقصدون الهندسة النقية للخطة الدائرية بتذكر الطبيعة الدورية للمعرفة، السوائل على مر الزمن.
ولعكس التصميم الدائري للميناء الإسكندري، على الرغم من هذا الوصف المبهم خادعا إلى حد ما، إلا أن المرجع يشير إلى نداء حقيقي لشكل خالد وعالمي وربما نموذجي، سواء كانت استفساسية واستفساسية في نقائها، وهذا ينجح بين حجمها الضخم وملفها الشخصي المذهل والتنظيم. تمارس المكتبة حضورا قياديا بدائيا على مدينة الميناء. نشوف هنا صورة جوية للمكتبة تظهر بوضوح الشوارع المحيطة بها وكونها محاطة بالنهر من جهة وبالشوارع من جهة أخرى، فإذا كانت التفاعل بين المنحنيات متعددة الاتجاهات يمنح المكتبة ديناميكية نشطة، خاصة من النهج الخارجي في عصر تهدف فيه المباني في كثير الأحيان إلى التعبير عن نفسها بشكل أفضل من خلال الإداءات، وهي مكتبة مصممة للاستهلاك من خلال الوظيفة المادية. يشكل تصميم الأرضية المصممة بمثابة واحدة من النجاحات العظيمة للتصميم، ويمثل بساحة مفتوحة واسعة وبركة عاكسة تعزل المكتبة عن البيئة الفوضوية في الإسكندرية الحضرية، وتزويدها بلوحة مثيرة يمكن أن يظهر منها شكل غير عن المعتاد. ينخفض حجم المكتبة بالكامل أسفل سطح الماء، ويبدو أنه يتمحور حول سطح الأرض، وهو تأثير أكد عليه التدرج الزاوي لجدران مكسوة بالجرانيت على الجانب الجنوبي. يرتفع هذا المظهر المنحني المترابط بشكل كبير على ارتفاع 32 مترا فوق الساحة، دون الكشف على أي شيء من الشكل العام للمبنى للمدينة خلفه كتقدير للتاريخ والتقاليد. تم نحت الجدار الخارجي بسلسلة من النصوص بلغات حديثة وقديمة. إن هذه الأجزاء الرمزية التي وضعت على الجدران الخارجية تم تنفيذها بشكل جميل ودقيق. يظهر هنا صورة بثلاثة أوجه للجدار المنقوش بلغات قديمة وحديثة. في الداخل أسفل المظلة البلورية المنحدرة مباشرة توفر غرفة القراءة الرائعة اللي هي جوهرة التاج للمكتبة. حجم وروعة التصميم في عرض واحد، تتداخل سبع طبقات من المنصات المكدسة التي تذكرنا بصواني الجيونو هيل في جامعة هارفارد مع بعضها البعض، مساحة لا تنتهي من المساحة المنقولة قطريا كبيرة بما يكفي لإيواء حوالي 2000 زائر. ترفع الأعمدة المرتفعة السقف عاليا في الهواء، متذكرة الدعامات الحارقة والمثيرة لمؤشر لابور سيتي ناشونال ومبنى جونسون الشمعي لرايت. ربما في هذا الميدان المذهل وحده يمكن التعرف على المبنى حقا كمكتبة مرتبطة وظيفيا وعلم الأنساب، نموذج مطبعي راسخ في التقاليد المعيارية. هذا صور عن المدخل للمكتبة والتدرجات الموجودة فيها والمدخل. في غرفة القراءة هذه أيضا تمجد العبارة أكثر أعمال البحث والعلم، التشميس في أشعة الشمس الشمالية المنتشرة التي تتدفق من خلال السقف، دفء التشطيبات الخشبية الطبيعية وترتيب الأرضيات المتداخلة يخلق لحظات مثيرة. إن التشطيبات الجدارية المزخرفة والمفاصل الهيكلية الدقيقة ونظام المناور المبتكر مع المرح النحتي لتسلسل قاعدة ميريولاز يقسم المساحة الهائلة إلى تفاعل دقيق بين التفاصيل على نطاق بشري ملموس. تحتل مستودعات الكتب والمخطوطات القادرة على استيعاب أكثر من 8 ملايين مجلد بدقة المساحات أسفل غرفة القراءة عناصر أخرى من البرنامج الداخلي، بما في ذلك المعارض الدائمة حول السياسات المصرية في الماضي والحاضر
والمعارض الفنية والقبة السماوية ومدرسة لعلوم المعلومات تكمل عرضا جيدا ومثيرا للإعجاب للزوار، وتخلق الطوابق 11 للمكتبة التي يبلغ ارتفاعها الإجمالي 43 مترا، مساحة أرضية مذهلة تبلغ 80,000 متر مربع، واحدة من أكبر المكتبات في أفريقيا وحسب المنطقة. هنا نلاحظ مناظير مختلفة للمكتبة من جهة الشارع الدخول ومن جهة البحر المتوسط ومن الجهة الجانبية، حيث يظهر الجدار المنقوش باللغات المتكررة. نلاحظ هنا مستودعات الكتب التي شملت 8 ملايين من الكتب المختلفة المواضيع. وهنا نلاحظ صفوف الخزائن الكتب مرتبة بشكل منسق، ومحاور الدخول وقاعات العرض والسيمينارات والمعارض الدائمية. نلاحظ هنا القاعة المتعددة الأغراض التي تستوعب 3000 شخص لإلقاء محاضرة أو مؤتمر معين. وهنا نلاحظ مناطق الجلوس ومناطق الحركة في المكتبة. نلاحظ الموقع اللي يشير على جوجل، خرائط الجوجل، أنه الموقع يطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمساحة كبيرة، وشملت هذه المساحة بعضا من الشوارع المحيطة بها. الفكرة التصميمية ناتجة من الدمج بين الماضي والحاضر، والمتمثلة بالمستويات المختلفة المنخفضة جدا والمرتفعة جدا. فإذا ارتفاع الطوابق 7 للمكتبة شكل فيو هائل وبانوراما رائعة لهذه المكتبة. نلاحظ مقتربات مكتبة الإسكندرية، هناك شارع عبد الحميد سيد، طريق الجيش، شارع 26 يوليو، شارع علي مصطفى، ونلاحظ بالقرب منها الكليات التابعة إلها، هي كلية الأعمال، كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وجامعة الشهداء، وجامعة الشاطبي، وتمثال الجسر البحري والقبة السماوية، ونلاحظ أيضا باللون الأخضر الميناء الشرقي. الوظيفة والهيكل الإنشائي، نلاحظ بالصورة رقم 1 بالأعلى هي سقف سكاي لايت، حيث أشعة الشمس تنساب بهدوء إلى داخل قاعات المطالعة المركزية. والصورة رقم 2 تمثل منطقة تخزين الكتب، والثالثة منطقة القراءة، والرابعة القبة السماوية، والخامسة الجدار الجنوبي المغطى بالجرانيت والنقوش باللغات المختلفة، والصورة الأخيرة تشمل السقف الزجاجي المنحدر اللي يوفر أشعة الشمس إلى داخل قاعة المطالعة. الموقع العام للمشروع يلاحظ هنا السايت بوضوح، وحسب رسم الشركة المعمارية المنفذة لهذا المشروع، حيث يظهر قرص المعرفة في الداخل والشوارع المحيطة به وكذلك ارتفاعاتها الشاهقة. المخطط العام للمكتبة بمقياس 1:2 يظهر السقف الزجاجي من الفوق، ومركز المؤتمرات والقبة السماوية المتصلة بها. نلاحظ بالبيسمنت فلور بلان موجود الريدنج اريا وستورج اريا والديجيتال لاب، مختبرات الديجيتال، والاوفيس الإدارية، وكذلك المخازن، حيث تشكل المخازن مساحة كبيرة تتصل بالإدارية وتتصل بالريدنج اريا. هذا البيسمنت. نلاحظ بالبيسمنت الثالث، نلاحظ أيضا به ريدينج أريا للقراءة، وبي ستوريج، وبي ميوزيوم متحف،
وبلايبراري للفنون وملتي ميديا وأيضا إداريات والكونفرنس روم ومختبرات. هذا إذن البيسمنت الثالث، فإذن ثلاث بيسمنتات موجودة بالمكتبة. أما البيسمنت الثاني فأيضا يشمل على الريدينج أريا، غرفة القراءة، وستوريج أريا تكون أقل من البيسمنت الأول، وبرينت شوب وستارت برودينج، وكذلك الأوفيسز وخزن الكتب. هذا البيسمنت الثاني. أما نجي على البيسمنت الأول بميتينج روم، غرفة اجتماعات، بمواقف سيارات باركينج، وبريس روم، وبإنسايكلوبيديا روم، وبأيضا نهاية المتحف. هنا نجي على الجراوند فلور بلان، أيضا تستمر غرفة القراءة ريدينج روم، والإنترنس المدخل الرئيسي، وكذلك الإنترنت أرشيف فيها، واللايبراري للضيوف. نجي على الفيرست فلور بلان بالتشيلدرن لايبراري، مكتبة للأطفال وغرفة للقراءة باللون الرصاصي، ويونغ بوبيولار لايبراري مكتبة الشباب، وتتصل بي باللون الوردي بالكافيه، إذا بالفيرست فلور بلان. نجي على السكاشن مالتها سكشن اي اي، هذا فيسينج ويست بالغرب اللي تظهر بوضوح باللون الاخضر ريدينج هول زائد الستوريج، وعندنا بالسكشن بي بي بالايست بالجانب الشرقي الارشيف باللون الازرق، والستاف كافيه باللون الجوزي، واللابس المختبرات باللون الاخضر، والكافيه العامه باللون البنفسجي. نجي على المقاطع العمودية التي توضح المستويات المختلفة للمبنى وطريقة الانتقال بين هذه المستويات. إذن هي المكتبة تبدي من مستويات البيسمنت الثالث ثم الثاني ثم الأول، بعدين الجراوند فلور يصير بمنطقة المدخل، بس غرفة القراءة هي تبدي من البيسمنت الأول الثالث العفو. نلاحظ هنا الموديلينجز مال المكتبة والقبة السماوية وطرق الانتقال ما بين الكتل الثلاثة. هسه نجي على الأساسات. الأساسات تشمل إلى أساسات قوية راسخة في الأرض، فالطوابق السفلية كان متوقعا أن تكون هي مركزها الرئيسي الذي يضم أغلب قاعاتها ومتاحفها، وبالتالي ستزداد عليه الضغوط والأحمال الحية. لهذا فإن أرضيات تلك الطوابق مستقرة على ألواح خرسانية بعمق 600 مليمتر مدعمة بقمرات، يعني جسور بنفس الحجم والعمق، وهذا يجعل بناء المكتبة قادر على مقاومة شدة الرياح ويحد من احتمال تأثره بالهزات الأرضية والزلازل. هنا الصور توضح أن الهيكل الإنشائي المنفذ في الطوابق المختلفة لمبنى مكتبة الإسكندرية. هنا الهيكل الإنشائي وطريقة التنفيذ بالنسبة للقبة السماوية، حيث تتألف من السبيس فريم، وكذلك وضع السقف الخارجي للمكتبة أيضا سبيس فريم. نأمل أن تكون هذه المحاضرة مفيدة لفهم مكتبة الإسكندرية. شكرا وإلى اللقاء.